متابعي قناة فود كافي ديزاد، مرحبا بكم جميعا على قناتكم. بداية ما تنساوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي اليوم باش نتكلم عن موضوع ممكن مهم جدا، وأعتبره من أهم أسباب تراجع الكرة الجزائرية، ومن أهم أسباب عدم يعني باش ما نعرفوش يعني الأخطاء نتاعنا ونوصلوا في الأخطاء المتكررة. من أهم أسباب عدم النهوض في الكرة الجزائرية هو تبرير الفشل بفشل سابق. باش ما نقولش الإهانة أو الانتقاص من الكرة الجزائرية أو من تاريخ الكرة الجزائرية، وهو أنه احنا قبل الفترة الفلانية أو قبل المدرب الفلاني لم نكن شيء. يعني هذا الأمر الغريب جدا اللي ما شفتوش أبدا في دول العالم، شفتها فقط معانا وفي هذه الفترة بالذات، من قبل ما كناش نقولوها. الآن فقط لما تكون هناك نكسة، سواء في الأندية سواء في المنتخبات. مثلا نفتح قوس دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في وقت ما خرجت يعني الأصوات تعلو عن الأموال الكبيرة جدا اللي يتم ضخها في البطولة الجزائرية، والأزمة الاجتماعية اللي يعيشها المجتمع الجزائري حاليا، هذه حقيقة نقولوها يعني راهي في الواقع عايشينها. وفي وقت الآن نصيب أموال كبيرة جدا تصرف في الكرة الجزائرية، والبطولة ما تمد حتى لاعب للمنتخب الوطني، وفوق ذلك ما تصمتش وما تمد ولا شيء للكرة الجزائرية واتحاد العاصمة، نشكره ونقدم له كل التحية اللي كان الاستثناء. نقول الاستثناء باش ما يخرجش يقول لك اتحاد العاصمة كما الأخ معزوزي خرج وقال لك اتحاد العاصمة دارت وعملت وشباب الوزادة وصلوا النصف النهائي وكذا وكذا وكذا، أول ربع النهائي مش حتى النصف النهائي، ورانا مع ثمانية الأوائل في إفريقيا. يعني هذا التطبيل وهذا التبرير اللي خلينا دائما في سبات الفشل، ونبرروا الفشل ونمشوا في طريق الفشل. لذلك انا نقول بانه كنا احنا نقولوا انه سان داونز فريق عالمي وفريق قوي، رغم انه شفنا سان داونز لما شارك في كاس العالم للانديه ظهر بانه منتخب متواضع جدا للامانه، شفناها كلنا وشفتوها كلكم. الان مع الوداد البيضاوي راه خرج، الوداد البيضاوي ما عنده حتى لاعب او عنده فقط لاعبه ولاعبين مع المنتخب المغربي، وماهوش حتى لاعبين مؤثرين ولا اساسيين. اذا وعلاش راني نصرف اموال على البطوله؟ وعلاش؟ اعطيني السبب، ماشي تبغى تبرر لي وتقول لي سان داونز فريق عالمي. خليني من سان داونز فريق عالمي رغم انه هذا خرطي، وهذا فقط تبرر للفشل، اذا مثلا واحد الاخ صحفي انا نحترمه كثير ونقراله كثير واحترم عربه كثير، في الصفحه نتاعو في بدايه المجموعات لما الاهلي المصري انهزم وكان يعني صعب انه يتاهل، اكتب يعني واحد المقالة قال بأنه مستوى الأهلي هو مشجع لشباب الوزداد، قال بأنه على شباب الوزداد أن يستغل ضعف الأهلي والكأس تنادي شباب الوزداد. شباب الوزداد تم كان يلعب مباراة واحدة ولا مبارتين وكان متصدر أعتقد وقتها. قلت له يا أخي ما تحمسش، الأهلي هو الأهلي، والأهلي في الأدوار المتقدمة تعرف شكون الأهلي، وهاي حقيقة. رد علي بس بشكل غير محترم تقريبا بين قوسين سبني، للاسف انا نحترمه وما زلت نحترمه، لكن للاسف شوفوا يعني لما تكون اختلاف الاراء قلت له انه حقه والحقيقه هي بانت. شوف شباب الوزد بان على حقيقته، تخسر باربعه في ملعبك وامام نادي لاقصي بعدها في النصف النهائي، والاهلي فاز على الترجي بثلاثه في ملعبه وتاهل بسهوله للنهائي. اذا الان شوفوا الان احنا هذا التبرير تاع الفشل بطريقه غير مباشره بالفشل. لما خسر شباب الوزداد قال لك نادي عملاق، رانا شفنا سان داونز ما هو نادي عملاق، ما هو نادي كبير، كيفاش تقول لي نادي عملاق وكاين ثمان لاعبين يلعبوا مع جنوب افريقيا المتوسط، ان لم اقل الاقل من المتوسط، والدليل جنوب افريقيا ما تاهلتش الى كاس افريقيا الاخيره، ما لعبتش كاس افريقيا فيها 24 منتخب، يعني ما تاهلش. أهلت جزر القمر، أهلت غامبيا، أهلت غينيا الاستوائية، أهلت سيراليون، جنوب إفريقيا ما تأهلتش في كأس إفريقيا الأخيرة. إذا ما تقوليش أنه النادي اللي يمتلك ثمان لاعبين من هذا المنتخب نادي قوي. دائما أقول حنا نضعاف، ماشي إفريقيا تطورت، نقولها ونعاودها، حنا اللي رانا ضعاف، والدراهم رانا نرموا بهم في البحر. تزايدوا علينا الدراهم رانا اللي يستثمر في الكرة الجزائرية الآن ويحط أمواله في الكرة الجزائرية الآن راهو يرمي في الاموال نتاعو في البحر، فما بالكم باموال الدوله. هذه هي من الاخير، ما بعيدا عن الدبلوماسيات،
ما تقولوا لي لا نادي تاريخي ولا العميد ولا كافي في 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 شاشيه واحده. حرام انك تصرف على هذه البطوله سنتيم وراكم تشوف في المهازل. خلونا من ذا الشيء نرجعوا للمنتخب نتاعنا، لان الفشل راه هنا والهيه الهيه هو هنا، ما كاش حتى يتفرح في الكره الجزائريه اللهم الا الاستثناء تاع اتحاد العاصمه، واللي نحيوا اللاعبين تاعو ونشكروا اللاعبين تاعو ونشكروا الانصار الاوفياء واللي يعني داروا صوره مبهره جدا وكل العالم تكلم عليها للامانه، بارك الله فيهم، ماشي فقط انصار اتحاد العاصمه لانه كل المناصرين من انحاء الوطن كانوا حاضرين في 5 جويلية، وشكرا لكم يعني من القلب يعني، لانه كل من يشرف الكره الجزائريه احنا نحيوه ونفرحوا به ونعطوا له حقه. لكن هذا ما يغطيش الفشل تاع الكره الجزائريه في كل الاصناف، اصناف صغرى فشل في فشل، المنتخب الاول فشل في فشل، المنتخب المحلي لما توصل الى نهائي وتخسر شبه فشل، رغم انه الغالب البطوله تاعنا عاقره ما تولدش ما فيهاش سبحان الله. اذا هنا علامه استفهام كبيره جدا. يجي يقول لك ما قبل ما كنا ندوروا، يا اخي ما تبررش الفشل بفشل سابق رغم انه فيه مغالطات، ومانيش حاب نتكلم باش يقول لك راك تدافع على فتره على فتره، مانيش حاب ندخل في المقارنات في هذا الديسكور العقيم اللي ما يجيب حتى فائده، فقط الهدف منه تقديس شخص على شخص، شخص ما ندخلش في هذا الجدال، وانما نقول المدرب والصحفي اللي يحترم نفسه ينتقد في اطار الموجود وفي اطار الحاضر وفي اطار ما بين يديك. اي واحد يستدل بفشل سابق فهو فشل حاضرا صراحه. نعطيكم مثال المدرب سانتوس تاع البرتغال، هل لما تمت اقالته قال لهم انتم قبل ما كنتوا والو؟ وصح ما كان والو لان البرتغال كانت من دون لقب، جاء سانتوس جاب لهم كاس اوروبا في فرنسا، داروها في بلادهم وما داوهاش. يقول لك بلي انتم ديتوا كاس افريقيا في الجزائر في التسعين ما تنحسبش، البرتغال نظمت كاس اوروبا وما داتهاش في بلادها، وعندهم كريستيانو وعندهم روي كوستا وعندهم لاعبين عالميين ما داوهاش، خسروا مع منتخب صغير اللي هو اليونان في 2004، وسانتوس ما قال لهمش انتم قبل ما كنتوا والو، ما قالها لهمش، قال لهم اسمحوا لي ما هيش في بلاصتها، ما فشلت والسلام عليكم، نقطه الى صدر وتربح. نفس الشيء ديدي ديشون لما خسر النهائي تاع كاس العالم وتعرض لانتقادات لاذعه من الصحافه الفرنسيه، هل قال لهم انا هو فرنسا كره القدم؟ وصح هو فرنسا كره القدم، لانه هو اللي جاب لهم كاس العالم، ما جاب لهمش وانما كان في كتيبه المنتخب الفرنسي، قائد المنتخب الفرنسي لما جابوا كاس العالم 98 ولما جابوا كاس اوروبا 2002، وكان مدرب لفرنسا لما جاب كاس العالم 2014، يعني مساهم في الكره الفرنسيه بشكل كبير جدا، واحترمهم وقال لهم احترم ارائكم وعادي، انا لما ينتقدك احترمه، اما انك ترد على الانتقاد بتفكيرهم بفشل السابق وتقول لهم انتم قبل ما كنتوا والو، اعتقد يا اخي هنا راك شويه ماكش تحترم في الناس هذو. انا مش نتكلم على الناس اللي رايحين على وجوههم وما يحترموش انفسهم، لا، انا نحترم على اي واحد يحترم نفسه، كلام من مدرب يقول لك انتم قبل ما كنتوا والو ما يعجبوش الحال. تخيلوا لو كان قالها حالي لوزيتش ولا مدرب اجنبي ولا قالها ماجر، قال انتم اصلا انتم ماكم والو علاشكم زعفانين كرانا نخسروا، كون قالها ما يعجبكمش الحال. اذا الخلفيات هذه هي اللي تخلينا نغمضوا عينينا ونمشوا بلا ضوء، نمشوا وخلاص. كذلك امر اخر، المدربين اللي من قبل اللي فشلوا، نعم من قبل كنا نفشلوا رغم انه رحنا كاس العالم مره واثنين في العهد اللي عاصرناه احنا، ماشي حكاو لنا جدودنا ولا حكاو لنا بابائنا، حنا شفنا باللي رحنا وحنا وشاركنا في كاس العالم وحنا نتبعوا كرة القدم وعقولنا مازالت تشفى، ما كبرناش حتى فقط 8 سنوات بالاخر كاس العالم ومرمدنا بطل العالم، مرمدناه صح في الملعب ماشي في البلاطوهات، مرمدناه. لكن المدربين اللي فشلوا راحوا، لازم نكمل القصة، من قبل كنا نفشلوا بصح اللي كانوا يفشلوا كانوا يروحوا، اللي كانوا يفشلوا ما كانوش مبربرين بالدراهم، اللي كانوا يفشلوا ما كناش نرموا عليهم في الدراهم وكانه رانا خلاص في بحبوحه ماليه، رغم ذلك راحوا وسكتوا هبطوا رصانهم وراحوا ما تفرعنوش. سعدان اللي اهل الجزائر 3 مرات الى كاس العالم ما قالش انا بلبيه ما تلعبوش كاس العالم، وكان كون يقولها صح لانه دانا في 2082 كان مساعد وفي 86 مدرب وفي 2010 مدرب وقت ما كنا نسينا كره القدم. يا جماعة الآن مدرب يجيك في 2019 يدي كأس إفريقيا
تحيه ليك وتحييناك وفرحنا لك وشجعناك، لكن الان بغيت ترجع تقول لي انتم ما كنتوا قبلي والو، وقبلك فقط بخمس سنين رحنا لكاس العالم ومرمدنا بطل العالم، واول مره في تاريخنا واخر مره في تاريخنا نروحوا للدور الثاني وخرجنا بصعوبه، انت تجي تقول لي قبلك ما كنتوا والو. سعدا واش يقول امانه كي جا في 2010 ودانا كاس العالم؟ واش يقول وراح كاس افريقيا ودانا النصف النهائي؟ واش يقول من قبل ما رحناش كاس افريقيا لا 2008 ولا 2006؟ ما قالش ما كنت والو قبلي، رغم انه هو في 86 دانا كاس العالم، ما قالش هذا الشيء. لذلك المدرب لما يحترم بلاده ما نقولوش يحترم نفسه، يعني كل واحد حر اللي يحترم نفسه ولا ما يحترمش هذاك بينه وبين روحه، لكن لازم تحترم بلادك وتحترم الوطن اللي راه يخلص فيك والوطن اللي راه يوظف فيك، هذا راه يوظف فيك ويخلص فيك باش تدير له خدمه، اذا فشل فيها قول فشلت وسمحوا لي ونحاول نصحح، ما تقولش انتم قبلي ما كنتوا والو. في كل المجالات ماشي في الرياضه برك، لانه هذا قله احترام. وهنا نعود ونرجع نهضر على الصحفيين اللي يصفقوا على هذا الكلام، انتم لا تحترمون الجزائر، ما تستحقوش اصلا باش تكونوا جزائريين. لازم نخدموا، اللي يفشل اللي يقول فشلت يحطها ويروح، نقطه الى صدرك، تحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه يكون تحطها وتروح لاني فشلت. ماشي ما قبل انتم ما كنتوا والو، نفس الشيء يجيك تاع الشباب يقول لك انتم ما قبل ما كنتوا الدوالو في منتخبات الشبان، لكن في نفس الوقت ما قبل ما كناش نصرفوا على منتخبات الشبان، ما قبل ما كانش عندنا ملاعب كما راهي عندنا دروك. الدوله صرفت، الدوله من 2018 لهنا صرفت على الدرام، حطت الباكي حطت التيكي، الاتحاديه ما يدخل ولا سنتيم، ما يجيب سبونسور ما يجيب والو، حتى الاديداس كنتوا تجيبوها بالكابا وتربحوا على ظهور المنتخب الوطني دراهم. رغم ذلك تقول لي كنت، لا يا اخي، كنا نخسر بصح الدوله ما كانش تصرف هذه الاموال، ما كناش نصرفوا على التربصات هذه الاموال، وفي نفس الوقت المدرب اللي كان يخسر كان يتم انتقاده. انا نشفى باللي انتقدنا جداوي وانتقدنا السنجاق وانتقدنا مهداوي وانتقدنا ماتر وانتقدنا كرمالي وانتقدنا زوبا وانتقدنا سعدان وانتقدنا كافالي وانتقدنا وسيج وانتقدنا ليكانس وانتقدنا وانتقدنا وانتقدنا، ولا واحد ما طلقناه، كامل انتقدناهم. انا ما حتى حل وزيج وانتقدناه، ما فهمتش ولا مدرب صفقنا له لما فشل. الان حبينا نصفقوا للفشل، ما نصفقش للفشل، اسمح لي، حتى ولو جبت لك كاس العالم لما تفشل تنتقد. هو لوف جاب المانيا كاس العالم من 1990، جاب لهم كاس العالم في 2014، لما خسرت تم انتقاده واحترم الانتقاد وحقها وقلع كاش اللعب. تخسر تفشل لازم تتحاسب. اذا اعزائي المشاهدين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.